الدرس الأخير في الوحدة هو التوزيع الطبيعي. طبعا التوزيع الطبيعي سبق وأخذناه في ريتم 362، فهذا درس بيكون توسع عليه. طبعا في البداية احنا اللي أخذناه في 362 إن احنا نوجد الاحتمال باستخدام التقريب من خلال التوزيع الطبيعي من خلال مجموعة من القيم، بس هني راح نوجد الاحتمال بشكل أدق. في البداية نتكلم عن شغلة جديدة هي الدرجة المعيارية. شنو هذه الدرجة المعيارية؟ الدرجة المعيارية هي رمزها زد لقيمة في مجموعة البيانات. يعني احنا قبل كانت عندنا مثلا بنطلع الاحتمال لقيمة معينة سميناها اكس مثلا، فهني هذه زد هي الدرجة المعيارية. شلون نطلع زد؟ ان احنا القانون يقول زد تساوي اكس ناقص الميو على سيجما. طبعا الميو هي الوسط والاكس هي القيمة والسيجما هي الانحراف المعياري. طبعا التوزيع الطبيعي اللي اخذناه في من قبل هذا طبعا النسب. طبعا احنا كنا نخلي هني الوسط وبعدين كنا نمشي حسب الانحراف المعياري. طبعا هذيك الطريقة مي دقيقة، خاصة اذا كانت بيانات هني صايرة. فهذا التوزيع شوي التوزيع الطبيعي اللي بناخذه هو اسمه التوزيع الطبيعي المعياري، يتعلق بالدرجة المعيارية. من خصائصه طبعا ان المساحة الكلية تحته تساوي 1 أو 100%، نفس اللي اخذناه من قبل. يعني المساحة كامل تحت المنحنى تكون 1، والمساحة تقريبا كامل ما بين، يعني الزد القيم زد اللي بتطلع عليكم بتكون ما بين -3 وما بين 3 تقريبا. طبعا التوزيع متماثل. طبعا هذا اللي تكلمنا عنه، هذا قيم زد هني دائما نحط هني 0 وهني نمشي 1 2 3 -1 -2 -3. زين، فمجموع الاحتمالات قلنا 1 والمساحة تقريبا ما بين زد -3 و3. التوزيع متماثل. ايش معناته التوزيع متماثل؟ لاحظوا مثلا لو انا باجي بالمساحة هذه من الصفر من -2 الى الصفر هي نفس المساحة من الصفر الى الاثنين. طبعا لاحظوا ان الوسط يساوي 0 والانحراف المعياري يساوي 1 في التوزيع الطبيعي المعياري. طبعا ليش الوسط صار 0؟ لو قلنا الوسط هذا يساوي 0 وهذا السيجما تساوي 1، فالزد تساوي الاكس، فبتكون هني، لان احنا قلنا هني الوسط. فلو قلنا الوسط هني 0 فبصير هني قيمة الزد بتكون 0. طبعا الشغلة الأخيرة أن المنحنى طبعا يقترب من محور إكس ولكن لا يمسه. طبعا هذا نفس الأشياء اللي أخذتونها من قبل. فالشغلة الأولية الأولى طبعا في الدرس شلون أطلع القيمة المجهولة، إن لو أعطاني إكس شلون أطلع زد، ولو أعطاني زد شلون أطلع الإكس. يعني هني عندي إكس 20 129 والسيجما 4.2، نبغى الزد مباشرة نعوض في القانون x ناقص ميو على سيجما. فقلنا 20 ناقص 29 على 4.2 طلع عندي -2.14. زين، شلون نطلع الاكس الحين؟ طبعا لاحظوا انا بوجد الاكس، عندي زد، عندي سيجما، وعندي ميو. راح نسوي مقاس، فبصير زد في سيجما يساوي x ناقص ميو. فأنا أبغى الإكس بس، فبنقل الميو في جهة اليمين بتصير زد سيجما زائد الميو. فهذه قاعدة الإكس، ممكن نحفظها بعد إلى جانب هذا للتسهيل. فنعوض مباشرة، هذا الزد -1.73 في 2.3 زائد 48 طلع عندي 44 تقريبا. الشغلة الأهم في الدرس واللي لازم نكون عارفينها، شلون نوجد الاحتمال إذا أعطاني قيم زد. طبعا هني نبغى الاحتمال من 0 إلى 2، يعني الزد محصورة ما بين 0 و2. دائما في البداية راح نرسم شكل التوزيع الطبيعي. دائما نحط، طبعا هني قلنا قيم زد، راح نحط هني 0 تقريبا، خلنا نقول هني 2، فنحط خط هني ونضلل المساحة ما بين 0 و2. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية راح يعطونا جدول، نسميه هذا جدول التوزيع الطبيعي المعياري. شنو هذا يطلع؟ يطلع لي المساحة من 0 إلى قيمة زد اللي هو عاطنك إياها. يعني هني عاطلنا المساحة من 0 إلى 2،
فأنا راح أدور زد تساوي 2 وأكتب المساحة اللي تناظرها. يعني أنا راح أدور الزد هني، وين الزد يساوي 2؟ لاحظ الزد يساوي 2 هني، طبعا 2 فاصلة كم؟ مو فاصلة شيء، يعني فاصلة 0. فأنا راح آخذ هذه المساحة اللي هي 0.4772، فهذه هي الإجابة. سؤال ثاني، لو قال لي من سالب 1 للصفر في بداية أرسم، سالب 1 صار جهة اليسار، هذه هي المساحة. زين، طبعا احنا نعرف ان التوزيع متماثل، فانا ما احتاج ادور سالب 1 لانه اصلا ما بيعطيك هني السالب. فانا ادور المساحة اللي تناظر الزد بواحد، هذا طبعا الواحد فاصلة صفر يعني. المساحة هني اللي اعطتك اياها هي 0.3413. زين، لو عندي زد اقل من 0.92 شنو احتماله؟ طبعا في البداية 0.92 جهة اليمين، هذه هي المساحة، لأن قال لك أقل، فنضل الكيل للمساحة هذه، لأن احنا نقول زد أصغر من 0.92، كل القيم الأقل من هني. زين، طبعا احنا هني أنا هذه المساحة من الصفر إلى 0.92 أقدر أطلعها باستخدام الجدول، لكن هذه المساحة شو تساوي؟ فهني وش يقول لك؟ يقول لك إن نصف المساحة تساوي نصف، لأن احنا قلنا المساحة دي كاملة تساوي 1 أو 100%. فهذه المساحة من هني من الصفر ويسار كاملة تساوي نص، والمساحة هني اللي في اليمين نص، فنصف المساحة تساوي نص، فنضيف عليها المساحة هذه مالت ال 0.92. فأنا أقول 0.5 زائد كم؟ أدور اللي هو 0.92 في الجدول. لاحظوا هني 0.9، زين أنا أبغى 2، فأروح إلى 2 وين؟ هني، فهذه 0.92 اللي هي 0.3212، فأضيفها على النص، لأن احنا قلنا هذا نصف المساحة نصف، وهذه المساحة طلعناها من وين؟ من الجدول، فهذه هي الإجابة. سؤال ثاني، لو قال لي احتمال نزيد أقل من سالب 2.07، نفس الشيء أرسم، هذه سالب 2.07، هني حطينا الخط، وطبعا أصغر يعني جهة اليسار، دللنا هذه المساحة. زين، احنا هني هذه المساحة المطلوبة شلون اطلعها؟ احنا طبعا ما عندي، انا ما اقدر اطلع المساحة دي من الجدول، لان احنا قلنا المساحة اللي في الجدول هي المساحة من الصفر الى القيمة اللي يعطيك اياها، يعني يا يمين او يسار. بس انا هذه المساحة ما عندي، هذه المساحة المطلوبة ما عندي، فانا شنو راح اسوي؟ انا اعرف دي المساحة الكبيرة اللي هي النص، فاحنا نقول نص ناقصا المساحة هذه. فهذه المساحة من وين بطلعها؟ بطلعها من الجدول. هذه المساحة المرتبطة بقيمة كم؟ زد تساوي، قلنا نفس الشيء الموجب السالب، فنطلع المساحة المرتبطة بزد تساوي 2.07 من الجدول، فهذه 2.0 وهي 7، فهي كم؟ هي 0.4808، فأنقص 0.5 ناقص 0.408. فنعيد الفكرة من جديد، هذه المساحة شو تساوي؟ تساوي دي المساحة الكلية من الصفر ورايح اللي هي نص ناقص المساحة هذه. هذه المساحة من وين بطلعها؟ بطلعها من الجدول اللي هي المساحة المرتبطة ب 2.07، طلعناها 0.4808، فهذه هي الإجابة المطلوبة. مثال آخر، لو قلنا الاحتمال إن تكون الزد محصورة ما بين 0.81 و 1.65، نرسم أول شيء 0.81 مثلا هني و 1.65 يمينها، فالمساحة بتكون هني ما بينهم. زين، الحين هذه المساحة شو تساوي؟ المساحة المطلوبة شو تساوي؟ تساوي أولا المساحة المرتبطة من الصفر إلى 1.65، يعني أطلع من الجدول المساحة المرتبطة ب 1.65 ناقص المساحة المرتبطة بكم؟ المساحة هذه. طبعا هذه المساحة تساوي كم؟ المساحة المرتبطة بقيمة 1 اللي هي المساحة المرتبطة ب 0.81، يعني باختصار المساحة هذه اللي هني في النص تساوي المساحة من هني إلى هني، يعني المساحة هذه اللي مرتبطة ب 1.65 ناقص المساحة المرتبطة اللي هي هذه اللي هي المساحة المرتبطة ب 0.81. فأنا راح أطلعها أول شيء 0.81، هذه 0.81 و 1.65 هذه 1.6، ونروح إلى الفايف يعني هني. فأنا راح أطرح هذه المساحتين، فبيطلع عندي الإجابة 0.1595.
آخر واحدة لو قلنا بي من سالب 2.85 إلى 2، هذه سالب 2.85 وهذه 2. لاحظوا أن المساحة هني عبارة عن مساحتين، المساحة من الصفر إلى 2 والمساحة من هني إلى هني، معناتها أن المساحة تساوي مجموع المساحتين. يعني أنا أوجد المساحة المرتبطة بالاثنين وأوجد المساحة المرتبطة ب 2.85، فالمساحة المرتبطة باثنين وين صايرة؟ هني، والمساحة المرتبطة ب 2.85 صايرة وينها؟ هني. فأنا راح أجمع هذه المساحتين اللي طلعناهم اللي هم 0.4773 و 0.4978، فهذه مجموعهم 0.975. السؤال الآخر، لو بالعكس أعطيناكم المساحة وطلبنا قيمة أو متباينة تدل على الزد، يعني الحين بالعكس السؤال، مثلا لو قلنا 0.475، يعني هذه عبارة عن الاحتمال أو المساحة، لأن هني قال هو المساحة المرتبطة بهذه المنطقة، يعني هذه المساحة الحين تساوي 0.475، فأنا راح طبعا هني في النص معناته هني صفر، فأنا راح أدور على 0.475 في الجدول هني، مو هذا مو قيمة زد، هذا قيمة المساحة، يعني أدور هني 0.475 أو أقرب قيمة إله. يعني أنا مو شرط أحصل هذا بالضبط، يا يعني أن أنا أحصل بالضبط أو أحصل أقرب قيمة إله. طبعا 0.475 نلاحظ أنه هني 0.475، فقيمة الزد كم؟ لاحظ 1.9 وفوق كم؟ 5 6، فالإجابة هي 1.96، فالمتباينة هي بتكون من الزد محصورة ما بين الصفر و 1.96. السؤال الثاني 0.493، طبعا هذه المساحة تساوي 0.493، هو أعطانا الرسمة وأعطانا هذه المساحة، ندور على 0.493، طبعا ما بنحصل 0.493. لاحظوا هني لو تلاحظون هم لو تلاحظون بتلاحظون مرتبين، فاحنا لو ندور بنحصل هني 0.429 وهني 0.431. طبعا المسافتين هذيلا او المساحتين هذيلا نفس البعد اللي يبعدون عن 0.493، فاي وحده اخذ؟ يعني انا عندي مساحتين، الاوليه هي 2.45، هذه هي 2.45، ومساحه هذه القريبه ايضا 0.493 1 اللي هي 2.46، فأنا ما أدري آخذ هذه أو آخذ هذه. فإحنا ممكن شو نسوي؟ إن نقرب المساحة، إن نقرب قيمة الزد، إن إحنا ناخذ هذيل الثنتين نجمعهم ونقسم على 2، يعني الزد اللي بطلعها هذه خلنا نقول إن هي بالتقريب الوسط الحسابي إليهم، فجمعنا وقسمنا على 2 طلع 2.455، معناته ان المتباينة المطلوبة هي صفر اقل من زد اقل من 2.455، فهذا بالنسبة الى ايجاد متباينة تدل على الزد اذا اعطاني قيمة المساحة او قيمة الاحتمال.